ولتسليط الضوء على هذا الموضوع معنا الأستاذ عبد العزيز المنبهي رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية. أستاذ المنبهي أهلا ومرحبا بك. بداية أستاذ، ما هي الانطباعات الأولى للمهاجرين بعد هذا الصعود الكبير لليمين المتطرف؟ بالنسبة للمهاجرين ومجموعة الديمقراطيين في هولندا، نتائج الانتخابات ديال البارح كتمثل واحد اليوم أسود بالنسبة للديمقراطية في هولندا. لأول مرة في التاريخ ديال هولندا حزب يميني عنصري معادي للإسلام والمسلمين كيتصدر الانتخابات ب 37 مقعد في البرلمان، وبالتالي هيكون عنده الإمكانيات باش يكون حكومة تحت القيادة ديالهم. بالنسبة للمهاجرين ماشي جديد، لأنه القصة ديالنا مع هذا العنصري قديمة من الوقت اللي كان دار تصريح ديال أقل مغاربة في هولندا، كنا تابعنا حتى في المحاكمة، ولكن السيد مستمر في السياسة ديالو. عنده جوج الأولويات، أولا باش نجح في الانتخابات، أولا القضية الهجرة واللجوء اللي بالنسبة له كيخص هولندا تشد من ضد كل لاجئ اللي كيجيو، والجانب الثاني من البرنامج ديالو هو قفل المدارس الإسلامية، قفل المساجد، منع القرآن، منع كل الحقوق ديال المهاجرين المسلمين في هذه البلاد. طيب أستاذ المنبهي، كيف تتوقعون التعامل مع ملفات كبرى كما ذكرت الهجرة والاندماج واللاجئين؟ المهم البرنامج ديالو هو ما كيختلفش بزاف، لو كنا صريحين، مع البرامج الأحزاب الأخرى، بالخصوص في هذه النقطة ديال اللاجئين والمهاجرين. غير هو كيقول خصنا نرجعوا للهجرة اللجوء لزيرو، ما خصنا حتى شي واحد. الجانب الثاني فيما يخص المسألة ديال العداء ديال الإسلام والمسلمين، كاين تمايز ما بينه وما بين المواقف الأحزاب الأخرى، ولكن الأحزاب الأخرى حتى هي هذا الشيء ديال المعادة ديال الإسلاموفوبيا وهذا الحقد على المهاجرين ما درتش بزاف د الحوايج، هي سكتت على هذه القضية، والكل مشى بديك الجو ديال الإسلام يعني الإرهاب، الإرهاب كيعني المهاجرين المسلمين. عندهم حتى هما واحد المسؤولية في التطور ديال هذا الوضع. مع الإضافة، هو الغريب هو الشعب الهولندي من خلال هذه الدعايات هذه العنصري والجو العام، وخصوصا اخيرا من بعد العدوان ديال اسرائيل على الشعب الفلسطيني، اللي ولا الكل مسلم الا ارهابي، كله ولا حماسي، وهذا الجو كله اللي عطى الفرصه للفيلدرز باش يوصل القمه ديال الانتخابات. انعكاسات هذه القضيه على المهاجرين المسلمين هو ديجا الوضع كانت تكوى بهذه العنصرية اللي كاينة، بهذا الحقد اللي كاين، ولكن بالنسبة لنا التصويت على هذا العنصري غادي يدفع في الاتجاه ديال المزيد من الكراهية والمزيد من الحقد والمزيد ديال التضييق على الهجرة بصفة عامة والهجرة اللي جاية الإسلامية. نعم أستاذ المنبهي، هناك حديث عن تأثير هذا الصعود على الاتحاد الأوروبي قاطبة، ما هي التأثيرات المتوقعة برأيك؟ بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الواقع في هذا الشيء ديال الهجرة، هناك سياسة مشتركة، غير تنوع هذا فيلدرس كيقول خص توقف نهائيا، الاتحاد الأوروبي كيقول كخص الهجرة المختارة. الجانب الآخر بأنه التجربة ديال هولندا ماشي هي الأولى، عندنا الآن في إيطاليا الرئيسة ديال الحكومة من اليمين المتطرف، عندنا في هنغاريا نفس القضية، وعندنا في سلوفاكيا. إذن هذا هو الرابع اللي طلعوا من هذا اليمين المتطرف، والاتحاد الأوروبي في هذا الجو ديال العداء المسلمين وهذا الجو ديال التوقيف الهجرة، ما كانش اختلاف كبير، كان اختلاف غير في الطرق. كاين الدستور، كيخص احترام ديال الدستور، كيخص احترام ديال بعض المواثيق الدولية. أما الجو العام في أوروبا كلها، كنشوفوا مثلا فرنسا كيفاش تعاملها مع الشيء ديال المهاجرين والمسلمين، كنشوفوا هنغاريا، كنشوفوا سلوفاكيا، زعما الجو العام هو هذا.
غير الخطوره ديالو احنا في هولندا من بعد الحرب العالميه الثانيه لاول مره اليمين المتطرف كيوصل ل 37 مقعد، وهذه اللي كتمثل ماشي غير علينا كمهاجرين، على الديمقراطيه في هذا البلد. نعم، الأستاذ عبد العزيز المنبهي رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.